بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأحبائي طلاب الشهادة الإعدادية، وللحديث بقية مع استكمال للقاعدة الأولى في هذا المنهج الدراسي بمشيئة الله، أنواع المنادى. تحدثنا فيما مضى عن المنادى المضاف وكيف لي أن أستخرجه، والمنادى الشبيه بالمضاف ومعرفة الفرق بينهما. النوع الثالث من أنواع المنادى المعرب المنصوب دائما يسمى النكرة غير المقصودة. نكرة غير مقصودة، كيف يتسنى لي أن أستخرجه من المثال أو الفكرة؟ أقول لك الأمر سهل جدا وهو في الإمكان. بعد أداة النداء كلمة واحدة نكرة بدون ألف ولام منصوبة، كلمة واحدة نكرة منصوبة، نوع نكرة غير مقصودة، أي أنا لا أقصدها. أنا أرى طالب غير منتبه أو طالبة غير منتبهة، فلا أريد أن أسبب له حرج أو مضايقة، فأقول له يا طالبا انتبه. في المجمل لم أسبب له إحراج أو ضرر أو أذى نفسي، ولكنني في نفس الوقت قمت بتنبيه. طيب، يا عاملا اجتهد، يا عاملا أين المنادى؟ عاملا كلمة واحدة ليست مضاف ولا شبيه بالمضاف، ونكرة ما فيش فيها ألف ولام، ومنصوبة يا عاملا منونة إلا من فك. إذن على طول مباشرة نكرة غير مقصورة. هذا أول جزئية اللي هي النوع. طب الجزئية الثانية الإعراب، أسهل من نفس الإعراب اللي قلناه في النوعين السابقين. منادى نكرة غير مقصودة، مش عاوز أقول نكرة غير مقصودة ولا يهمك، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليه الفتحة؟ لأن عامل مفرد. السلام عليكم. يا طلابا كلمة نكرة منصوبة، كلمة واحدة ما فيش فيها ألف ولام، بعد أداة النداء نكرة غير مقصوب منصوبة يا طلابا، كأن المفرد وجمع التكسير نفس الإعراب، منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة. بكل يسر أنا عايز أحط فيك الثقة في النفس. دروس ثالثة إعدادي بإذن الله كلها أمل وكلها تفاؤل، بشرط الإرادة والعزيمة والتوفيق، وتستلهم العون من الله سبحانه وتعالى. يا طالبات، طالبات، أنا بلدي على الطالبات، طالبات. طالما المستر قال لي إن الكلمة نكرة بعد أداة النداء، الكلمة نكرة ما فيش فيها ألف ولا لام، يبقى نكرة. ومنصوبة، منصوبة بالكسرة، أرجع لك جمع المؤنث السالم الوحيد اللي بيوصف بالكسرة، يبقى نكرة غير مقصودة. إعرابه طالبات لو تحتها خط في الامتحان، منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يا طالبين، طالبين دمين، لو كانت نكرة مقصودة هيبقى شكلها غير، لاحظ دي غير مقصود، كلمة نكرة مش فيها ألف ولام ومنصوبة بياء. ليه؟ لأنها مثنى، يبقى منادى نوعه نكرة غير مقصود، منصوب وعلامة نصبه ياء. نفس الكلام يا شباب، لو لاحظتم إن الكلام اللي قلته في المضاف هو اللي قلته في الشبيه بالمضاف، هو اللي بقوله في النكرة غير المقصودة، لأن التلاتة منصوبين دائما، بس العلامة بتختلف حسب النوع، حسب نوعه. مفرد جمع تكسير منصوب بالفتحة، إذا كان النكرة غير المقصودة جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم الاتنين نفس بعض بالياء. يا طالبين منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه ياء لأنه مثنى. يا معلمين نحن نحبكم، معلمين جمع مذكر سالم، جمع مذكر ينصب بالياء ونكرة بدون ألف ولام، ولا أقصدها، أنا بتكلم في المجمل، لا أريد ولا أقصد شخص معين، في المجمل. إذا نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه ياء لأنه جمع مذكر سالم. وهنا أيضا يا معلمات، نفس يا طالبات. إذا الخلاصة أن المنادى النكرة غير المقصودة هو رقم ثلاثة في أنواع المنادى المعرب، وجدنا أن المنادى النكرة غير المقصودة أن يأتي بعد أداة النداء كلمة واحدة ونكرة بدون ألف ولام،
جمع المؤنث السالم بياء في حالتين، المثنى وجمع المذكر السالم. بهذا نكون قد انتهينا من الانواع الثلاثه في انواع المنادى: مضاف شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده، المنادى المعرب. فبقى لنا المنادى المبني. مبني يعني يلزم حاله واحده. نوعين: علم مفرد سواء اسم شخص رجل مذكر او مؤنث، او اسم دوله بلد. انت بتنادي على مصر، يا مصر، ما هي مصر علم، اسم دوله. يا مكه اشتقت اليك، يا قدس، اسم دوله او اسم مكان او اسم محافظه او اسم رجل، بسميه علم مفرد. العلم المفرد امامنا يا شباب اهو قدامنا اهو، المنادى العلم المفرد، هو من انواع المبني. علم مفرد يعني ايه؟ علم يعني بسمي شخص بعينه او دولة او مدينة علم مفرد. يا خالد، ركز على الكلمة التي بعد اداء النداء، شخص خالد، يا خالد. طب انت ممكن نلاحظ ان المستر محسن جاي لك كله يا 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 يا، حضرتك نوع. اخالد، هيا خالد، ايا خالد، اي خالد، اخالد، زي ما بنقول الهمزه، ما احنا قلناها من ادوات النداء. فما تركزش ان المصدر جاي لك كله يا يا يا، حضرتك نوع وقيس عليها كثير والكثير من الامثله للتوضيح والتبيين. يا خالد، انت تنادي على خالد، شخص. نعم، شخص يسمى خالد، اسمه هذا المنادي اسمه عالم مفرد، يا خالد. طب خالد مفرد، والمفرد قال لك الاعراب ده بقى ثابت، ارجوك احفظه واحفظيه زي اسمك تماما. منادى مبني على نقط في محل مصدر، لان القاعده الجنرال، القاعده الرئيسه بتاعي في المنادى المبني، ان هي بتقول لي ان هو يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به في محل مصدر. يبنى ده اسهل مما تتخيل. المفرد يرفع بايه؟ بالضم. يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. يا فاطمه، يا هندو، يا عائشه، يا خديجه، ذكر او انثى او مؤنث، مذكر او مؤنث، يبنى مفرد منادى مبني على الضم. انتهت. يا محمدان، ومحمد ومحمد، مثنى، اوه بالالف، ده احنا لسه واخدينها. يا طالبين، مثنى بالياء، مثنى في النصب هنا مبني على الالف. يبقى المحمدان نوع علم مفرد، ولدين اسمهم محمد ومحمد. طب المثنى، الف قاعده بتقول لي يبنى على ما يرفع به. طب المثنى يرفع بايه؟ بالالف. اقول منادى مبني على الالف في، اوعى تنسى، في محل نصب لانه مثنى، بالالف لانه مثنى. هنا تتضح اكثر كل ده. القاعده دي انت ما انتش ملاحظ ان هي بتعتمد كليا وجزئيا على ما سبق دراسته، انواع اعراب المفرد، حالات اعراب المفرد، المثنى، الجموع بانواعها، انت بتلعب في هذا السياق. يا محمدون، جمع مذكر سالم يرفع بالواو، يبقى هنا منادى مبني على الواو اللي هي حته معيوبنا على ما يرفع به. هنا الضم مبني على الضم مفرد، هنا مثنى مبني على الالف هو يرفع بالالف، هنا مبني على الواو جمع مذكر سالم. يا فاطمات، جمع المؤنث السالم، مجموعه الفاطمات. يا هندات، كده كده كده، منادى مبني على الضم. ليه؟ لانه على ما يرفع به، لان جمع المؤنث يبنى يرفع بالضمه، اذا هو مبني على الضم في محل نصب. وبعد اداه النداء جاء علم مفرد، علم يقصد به مسمى، بنات اسمهم فاطمه وفاطمه فاطمه. يا مكه اشتقت اليك، يا مصر انت في قلبي وفي دمي. تخيل اسم مكان او اسم شخص ياتي بعد اداه النداء مباشره، منادى علم مفرد، ده نوعه، اعرابه مباشره. القاعده الرئيسه يبنى على ما يرفع به في محل نصب. اوف، يبنى على ما يرفع به في محل نصب، مفرد جمع مؤنث مبني على الضم.
محل نصب. جمع مذكر سالم مبني على الواو في محل نصب. بهذا القدر نكون قد انتهينا من العلم المفرد. في اسرع من البرد واسهل من شرب الماء المنادى النكره المقصوده. نكره مقصوده عكس نكره. انا قصدت ان انا اجيبها لك في الترتيب عشان تعمل مقارنه. تعمل مقارنه هنا غير هنا مقصوده. انا اقصدك انت يا طالب. عندما اقول يا طالب او يا عامل، اوعى اوعى ركز معايا في الجزئيه دي عشان تفنش الدرس بيها باذن الله. اذا كانت يا عاملا نكره نكره، مفيش فيها الف ولا مفيش فيها الف ولا كلمه واحده كلمه واحده. بس ايه الفرق بين النكره غير المقصوده والمقصوده؟ اوه النصب. لما الاقي الكلمه النكره المقصوده منصوبه وش نكره غير مقصوده بفضل الله سهله جدا. لما الاقيها كلمه واحده نكره بس ماهيش منصوبه ماهيش منونه مرفوعه فقط ضمه نكره مقصوده. هذا هو الفرق في الشكل، في الشكل بين النكره المقصوده وغير المقصوده. انما في الاعراب ده مقصود دائما حسب نوع. في النكره المقصوده قال لك يبنى على ما يرفع به. طب العامل مفرد يبقى مبني على ايه؟ على الضم. يبقى اين المنادى؟ عامل نوعه نكره مقصوده. ايه اللي عرفني؟ كلمه واحده نكره بدون الف ولام مرفوعه عليها ضمه، عليها ضمه. ده الاستخراج. ده بالاعراب منادى نكره مقصوده مبني على الضم في محل النصب. انا مش حافظ يا شباب، انا مش حافظ يا بنات، انا فاهم. الفهم قبل الحفظ. افهم كويس، سهل جدا يجي الحفظ. القواعد تريد منك كثرة الحل، الفهم، الفهم الجيد ثم التطبيق والتحليل. أرجوك أرجوك. يا الله الله، ما الذي يقابلها في النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ يا الله ضم، وإليك الفرق. أرجوك لاحظ، أنا لا أحب طريقة التلقين، أنا أريدك أن تلاحظ الفرق. هنا الله كلمة واحدة نكرة منصوبة. كلمة واحدة نكرة منصوبة منونة اهي تديك على طول نكرة غير مقصودة. أما الاقي نفس الكلمة هي هياها بس كلمة واحدة نكرة بس ماهيش منصوبة بقى، ده مرفوعة على طول نكرة غير مقصودة. هذا الفرق البسيط. طب هنا منصوبة بالفتحة لأنها جمع تكسير. هنا منادى مبني على الضمة لأن جمع التكسير يرفع بالضمة. يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. القاعدة بتقول لي يبنى على ما يرفع به. طب هو بيرفع بإيه؟ بالضمة. يبقى مبني على الضم في محل نصب زي المفرد. طيب يا طالبات ربي، يا طالبات فقط تنوين كسر نكرة غير مقصودة. حولها لي لنكرة مقصودة. كل اللي حضرتك هتعمليه وكل اللي حضرتك هتعمله بدل ما تحط لي كسرة ويبقى معرض، لا ده انا هحط عليها ضمة ويبقى منادى مبني على الضم. يبقى وجدنا المنادى النكرة المقصودة مبني على الضم في ثلاث حالات. ثلاث حالات إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. في هذه الحالات إعرابه منادى مبني على الضم في محل نصب بكل يسر. يا معلمون، يا معلمين. لما ألاقيها يا معلمين فقط نكرة غير مقصودة منصوب بياء. لما ألاقيها يا معلمون لكم الشكر، معلمون جمع مذكر سالم يرفع بالواو. في واو هنا إيه؟ هنا في ياء ونون يبقى منصوب. طالما في كلمة واحدة نكرة مفيش فيها ألف ولا، وفي حالة الرفع يبقى نكرة مقصودة. إعرابه معلمون منادى مبني على الواو. ليه على الواو؟ لأنه يبنى على ما يرفع به. وهو يرفع بإيه؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم منادى مبني على الواو في محل نصب. يا طالبان، الله، يا طالبين. تقابلها تقابلها. طب هي جت كلمة نكرة مفيش فيها ألف ولام وكلمة واحدة وفي حالة الرفع يبقى نكرة مقصودة.
مرفوضة. يتبقى لنا جزئية بسيطة وهي نداء ما فيه ال. نداء ما فيه ال. نداء ما فيه ال أيها الطلاب. نداء ما فيه ال يعني الكلم عندما أنادي الكلمة التي يوجد بها ألف ولام معرفة بالألف واللام سهلة جدا بمشيئة الرحمن. وأقول أن نداء ما فيه ال عندما أقول مثلا الطالب والطالبة. نداء ما فيه ال عندما أنادي على الطالب إياك أن تقول يا الطالب أقطع ما ينفعش قاعدة ثابتة. أمال أقول إيه؟ أيها عند نداء ما فيه ال أيها للمذكر الطالب مذكر أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ده الطالبة مؤنثة أيتها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية. يبقى عند نداء ما فيه ال المذكر ياخد أيها. طب أين المنادى هنا؟ انتبه في هذه الجزئية أيها أيو هو ده المنادى يا شباب وأيته هو ده المنادى مش الطالب. والعلماء ألحقوه بالنكرة المقصودة ده بتعرفوا إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء زائدة للتنبيه احفظها. أنا اللي بأول مرة أقول لك احفظها بقى لأن ده ستايل ثابت. أيها الطالب. طب الكلمة اللي بعد الطالب اللي بعد أيها أو أيتها العلماء قال لك حاجتين. إما أن تكون هذه الكلمة جامدة يعني ما فيش فيها مشتقات زي الرجل المرأة ها جامدة تعرب بدل. وإذا كانت مشتقة يعني بجيب منها مشتقات تعرب نعت. يعني فيها تفصيل لا يعنيك بقدر الإمكان. يبقى إحنا قلنا فين المنادى في أيها الطالب هي كلمة أين ونوع العلماء قالك إن هم قالوا منادى يعتبر نكرة مقصودة لأن أنت أيها بتحدده تقصده في السياق. يبقى أيها الطالب أيو منادى مبني على الضم في محل نصب وحكمه اللي هو النكرة المقصودة النكرة المقصودة حكم البناء. عشان كده أنا في الإعراب بقى في النطق أيو منادى مبني على الضم في محل نصب. أياتو نفس الكلام يا شباب نفس الكلام يا بنات. أياتو منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه. وما بعدها احنا قلنا ان اللي بعدها اذا كان مشتقة يعرب نعت واذا كان جامد زي الرجل زي المرأة كلمة جامدة يعني الرجل اشتق منها انما الطالب يطلب طالب مطلوب طلب مشتقات بجيب منها كلمات كتير ده اسم مشتق يعني ما هيش جامدة تلزم حالة واحدة تبقى جامدة. اذا كانت مشتقة نعت مرفوع اذا كانت جامدة تعرب بدل ان شاء الله ان شاء الله البدل علينا في تاني تالت اعدادي هذا العام اذا احيانا الله. طيب يا شباب في حاجة تانية في حاجة تانية في المنادى المعرف بال ان انا ما اجيبش ايها وايتها للمذكر او اجيب اسم اشاره يسبق باسم اشاره. مثال يا هذا الطالب يا هذا الطالب انت بتنادي على مين؟ على هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبني على 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 السكون في محل نصب منادى هو ده المنادى. ده بتقال لك في هذه الحاله ارجوك حته فنيه للفائقين يعني الفي اي بي لما يكون بعد ايها وايتها كلمه مشتقه نعت لما تكون كلمه جامده بدل. طب اذا سبقت الكلمه المعرفه اذا سبق اسم الاشاره باداه نداء فما بعده نعت قولا واحدا لا يوجد فيها تاويلات او كلام. طبعا للمذكر يا هذا الطالب للبنت يا هذه الطالبه يا هؤلاء الرجال باسم اشاره مناسب للمنادى اللي انا بنادي عليه واقصده. تبقى لنا جزئيه واحده فقط يا شباب تبقى لنا جزئيه واحده فقط وهي
نداء لفظ الجلالة، نداء لفظ الجلالة. أرجو للمزيد من تثبيت المعلومة، أرجو من أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات الاستماع إلى هذا الفيديو أكثر من مرة لتثبيت المعلومة وللمساعدة في حل التدريج. نداء لفظ الجلالة الله، إما أن أقول يقوم بهذا الشكل يا الله أو اللهم، نداء لفظ الجلالة له حالتان. الحالة الأولى يا الله، أيها المعلم ده أنا شايف مستر محسن حاطط لي همزة، ده أنا أول مرة أشوف الله فيه همزة على الألف. أقول لك ما حالة فريدة، الله لفظ الجلالة علم مفرد. عندما أنادي لفظ الجلالة بهذه الحالة وهذا الشكل لابد أن تتحول ألف الوصل إلى همز القاف. ثالثة ثانوي جاب مرة في امتحان في مصر في شهادة ثانوية اختيار المتعدد، لابد أن تأتي على هذا الشكل يا الله وفقنا ارحمنا. الحالة الثانية ممكن يا رجالة اللهم. في الحالتين اعرابه لفظ الجلاله مبني على الضم في محل نصب، والنيم المشدده ده ايه؟ جبناها منين؟ عوضا عن اداه النداء المحذوفه اللهم، عوضا عن حرف النداء المنادى مبني على الضم في محل نصب. ده كيفيه نداء لفظ الجلاله. في حته مهمه قوي يا شباب، قد يكون النداء يجيلي في الامتحان اتت في الامتحان محذوف الاداء، وعلينا ان شاء الله اول ما تجيلك في النص عباد الرحمن هتلاقيه يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. سورة سيدنا يوسف عليه، يوسف ايها الصديق افتنا في سبع، يوسف اعرض عن هذا. يعني ممكن في الامتحان يجيلي المنادى بدون اداء نداء. نعم، حتة فنية، من الممكن أن يأتي في الامتحان المنادى يجي لي يقول لي إيه؟ أبناء مصر حافظوا عليها. أنت بتفهم من السياق، لأن في طلب جاء بعدها اللي هو بسميه جواب النداء. إذن من الممكن رب اشرح لي صدري ويسر، ما أصلها يا رب، حذفت الأداء ولكنه أسلوب نداء، وربي منادى مضاف. قد تحذف الياء المتكلم اسمها ربي، انا حذفتها وسبت الكسره، ده ايه دليل عليها؟ خلي بالك من هذه الفنيات. بهذا القدر اكون قد انتهيت من تبسيط وتوضيح اول قاعده لنا في هذا العام الدراسي المليء والمكلل بالنجاح باذن الله. خدنا المنادى وانواعه، خدنا المنادى المبني لونه عين على المفرد ونكره مقصوده، المنادى المعرب ثلاث انواع، مضاف شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده. خدنا حاجه اسمها نداء ما فيه ال، الكلمه اللي فيها الف ولام لها حالتين، اجيب ايها للمذكر وايتها للمؤنث، وشفنا الحتت الفنيه اللي فيها، او ان انا استخدم قبلها اداه اسم اشاره مناسب للمنادى. شفنا الجميل الله لفظ الجلاله وكيفيه نداء لفظ الجلاله له حالتين، له صورتين يا حبايبي. الصوره الاولى استخدم اداه النداء واحول الالف الوسط الى همز القاف، او ان انا استعيض عن اداه النداء واعوض عنها بميم مشدده في الاخر، وتفر في الحالتين سواء دي او دي بقى اعرابه منادى لفظ الجلاله منادى مبني على الضم في محل نصب. بهذا القدر البسيط اسال الله، الله اسال في علاه ان يجعل هذه المعلومات بردا وسلاما على ابناء الطلاب. دمتم في معيه الله وحفظه، اتمنى لكم السعاده من كل قلبي، اصلح الله حالكم وحال البلاد والعباد على يديكم باذن الله، وجعلكم اعمده ترفع الوطن عاليا. شكرا لكم من اعماقي، والى لقاء اخر مع درس جديد من دروس المنهج. استودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.